عاملين ايه؟ في ابراج معينة كده، تمام، لما بتتعصب الامانة يعني اللسان بتاعها بيطول قوي قوي، يعني بيبقى حاجة اوفر شويتين. الحقيقة انا جبت لكم اكتر 7 بالترتيب، بس محدش يشتم. انا قبل ما اقول اهو، كنتوا هتشتموا انهي اللايف؟ انا بقول اهو، لو انتوا هتشتموا انهي اللايف رجاء يعني، عشان ما حدش بعد كده يجي يقول لي انت ما قلتش يعني وما نبهتش والكلام ده يعني. تمام، عاملين ايه؟ وحشني والله. 7 كده واحنا طالعين يعني. في المركز السابع عندنا برج الطور الترابي. طبعا الطور حمول جدا ويمسك نفسه جدا ويسيطر على أعصابه جدا، إنما ساعة ما يتعصب اللسان بتاعه بيبقى 3 متر إلا ربع للأمانة يعني. لا، والكلمة تقيلة، الكلمة بتطلع من برج الطور تخليك مقبل ما شاء الله على الانتحار يعني. ومع هذا يبقى برج الطور رحمة مقارنة طبعا في بلاوي بقى، احنا لسه طالعين يعني لفوق ما تقلقوش. تمام، اعلى من الطور هو برضو البرج المتحالم بمزاجه. حد انا عايز حد يتوقع الاول ويكتب لي. تمام، هو برج العقرب المائي. عندنا برج العقرب المائي برضو يمسك نفسه ويحاول ان هو واخدين بالكم، ساعة ما تهب منه ده بقى يبقى 4 متر وربع، يعني اللسان بتاع العقرب 4 متر وربع للأمانة. هو انا لساني طويل بس ماسك نفسي يعني. عندك توحيد كاظم، ألف شكر على إرسال النجوم. فهو يقول لك أنا لساني طويل بس أنت اللي وصلتني للحالة دي، أنت اللي وصلتني للحالة دي، ماليش فيه بقى، قابل بقى. والعقرب بينقي يعني، الطور أنت عارف ممكن اللي يحضر يرميه في وشك وخلاص، إنما العقرب بينقي فين يوجعك ولبه على طول. واللي عارف يلبه دي يبقى يقول لي بقى، لو حد عارف يعني يبقى يكتب لي ترجمتها في التعليقات. نخش بقى للبرج اللي هو قبل رباعي خط النار. الموضوع بيسخن بيسخن قوي معانا. اعتقد ده برج مفاجأة ليكم يعني، مفاجأة ليكم مش مفاجأة ليا يعني، لانكم ممكن تكونوا مش كده يا عبير فارس؟ بعتالي نجوم كتير بس مش عارف يعني ايه التعبير اللي هي تقصده يعني من النجوم دي. تمام، ممكن يبقى حساس، ونظرا للحساسية بتاعته تشوفوا ان هو السرطان المائي. شوفوا السرطان بقى، وانا قلت لكم ما عندوش خيار وفقوس. السرطان هو اصلا بيتعصب بسرعة يعني، لو انت بتبص في وجه سرطان مثلا وترى رقيق المشاعر، هادئ الملامح، طيب القلب، انما هو بيتعصب بسرعة. ده الظاهر، ده الكفر، خلي بالك ده الغلاف اللي بره، انما لسانه بيطول قوي قوي قوي. رجال وبنات عشان تبقى عارف يعني، بنوتة السرطان عامة يعني، انا بتكلم عن السرطان خلي بالكم، بنوتة السرطان رقيقة هادية بسكوتة كيوت ده، وهي مش متعصبة. اتعصبت بقى، قابل بقى، قابل وقعد بقى، واخد بالك انت؟ قابل اللي انت هتلاقيه. الأربعة السواد بقى، الأربعة الأوائل بقى، اللي ما يقدر عليهم ما يقدر عليهم غير القدرة. مين توقع الأربعة دول؟ أو الأول، أول الأبراج دي اللي في رباعي خط النار أكيد شور الجوزاء أبو لسانين. برج الجوزاء راجل أو ست، ده لسانه بيطول قوي وطويل قوي وسريع يعني، سريع في حتة في النقطة دي يعني، يعني ساعة ما يتعصب ويجيب آخره يخرب بيت، ما تبقاش عارف تحلق عليه، ما تبقاش عارف إن أنت تلاحق عليه زي ما إحنا بنقول. لا، والجوزاء برضو يعني العملية بتبقى معاه مهيبرة، لأن الجوزاء ده إحنا عارفين إن هو كل ساعة في حال، كل دقيقة في حال، مزاجي قوي يعني، واخدين بالكم؟ فممكن تبقوا انتوا بتتكلموا والدنيا تمام وزي الفل، وفجأة تلاقي اللسان طول. ايه اللي حصل؟ هي كده، وانا افتكرت حاجة عكننت عليا.
فانت الخلقه بتاعتك هي اللي قاعده قدامي. قابل بقى، ما تقعدش تسالني بقى ليه ومش ليه وتبقى رخم يعني. خش في السخن بقى، خش في اول برج ناري معانا في المركز الثالث اهو، انا الحمل والحمل في الثالث، انا لا بزوق ولا برتب ولا عشان برجي، لا احنا كده. شوف انا هادي ورايق اهوت. طب خلي حد فيكم يعصبني كده، لا خلي حد يعصبني دلوقتي بقى، هوريكم الوجه الاخر لايف. انا عارف انتوا هتموتوا وتشوفوا الحته ده، انا عارف. استغلالي بتوع فرص، انتهازيين انتوا. الحمل طبعا بما انه ناري فالنار مولعه فيه، اعمل ايه يعني؟ برجي انا اعمل ايه؟ برجي بس ده الكلام اللي لازم يتقال عنه. ف مش عايز اقول في العادي يعني ان ممكن يكون لسانه طويل، انا يمكن اقول لا يمكن اقول على الحمل كده، انما احنا بنتعصب بسرعه، احنا كابراج حمل بنتعصب بسرعه قوي، واذا اتعصبنا بسرعه قوي اللسان بتاعنا بيبقى اطول من الطول نفسه، احنا نفسنا بنبقى مستغرب. انتوا هقول لكم على حاجه، الحمل لما لسانه بيطول بعد ما بيهدى بيستغرب هو طول كده ازاي، واخدين بالكم؟ الحمل ما بيبقاش مصدق نفسه واللي حصل له في الحاله دي، يعني الحمل ما بيبقاش مصدق ايه اللي حصل، ايه اللي وصلني انا للحاله دي. انما الحمل للامانه وقت عصبيته قال لسانه طويل قوي، عايز يتقص منه حته للامانه يعني. عزه واداله، هنشوف يا عزه دلوقتي. في التاني بقى، واجارك الله من التاني بقى، حد توقع معايا كده شاطر، القوس الناري ده بقى حاجه. شوفوا بقى، القوس لا بيزوق ولا بيجامل، واصلا الصبر بتاعه صفر تحت صفر، ايه سالب صفر، في حاجه اسمها سالب صفر، مش عارف صححولي يعني. اقل حاجه ممكن انت تشوفها، واحنا دايما قلنا ان القوس هو اكتر الابراج المستعجله اللي تتعصب بسرعه اللي سهل استفزازها، واخدين بالكم؟ يعني سهل استفزاز اصلا القوس، يعني بنوتة القوس كده ممكن تبقى قاعده في مكان عام. ففي واحد يعني خلقه معينه كده متنحلها، هو بقى معجب بيلغيها، يعني سرح في حاجه وحظه الاسود ان هي اخدت بالها. تبص ممكن تلاقيها، شوف واخد بقى، سيبوني عليه، لو مفيش حد قاعد معاه يمسكها يهديها، ممكن تلاقيها نطت قعدت جابت زمرت رقبته يعني. فاللي انا عايز اقوله دي كنايه يعني، او ده تعبير مجازي يعني، تمام؟ فين بحر الوداد بقى تقول لنا اشرح لنا الفرق بقى، تمام؟ كنايه عن سرعه او الدرجه السريعه اللي ممكن جدا يوصل ليها ابراج القوس من العصبيه وبالتالي طوله اللسان. انا طول ما انا رايق انا حلوه، هي القوس تقول لك كده، ورجل القوس يقول لك كده. روقني تلاقيني مفيش مني اتنين، عصبني تلاقي لساني اطول من مترين. ده انا بقول حكم والله، ايه رايكم؟ روقني تلاقي مفيش مني اتنين، عصبني تلاقي لساني طوله مترين. لا اعملوا هاشتاج بقى، تمام؟ اعملوا هاشتاج ان انا الاول بقى. مين توقع روفان؟ على فكره مش برج القوس زي بعض. اه طبعا اللي عندها 18 مش زي اللي عندها 50 سنه، طبيعي، بس هتشتركوا في العصبيه. يا جماعه انا عايز نفهم حاجه قبل ما اقول الاول حاجه للجميع يعني، تمام؟ بعقلك قيمها. انا لما اجي اقول لك مثلا ان برج الجوزاء على سبيل المثال هو متقلب المزاج، هل ينفع بعقلك ان انت تساوي جوزاء عنده 18 سنة بجوزاء عنده 40 50 سنة؟ ما أكيد الكبير في السن أقل شوية في حتة التشتت دي، مش كده ولا إيه؟ في حاجات كده بالعقل عايزك توزنها. كمان العصبية، كل ما الشخص يبقى صغير أه عصبيته أعلى وحماسة وباور والطاقة وكل ده طبيعي، يكبر في السن خبراته كده. إنما هيشتركوا في إيه؟ إن جميع الجوزائيين متقلبين المزاج، وإن جميع القوسيين انت واخد بالك عصبيين، وان فاهمين انا عايز اقول، مش عايز اخرج يعني بره موضوع الحلقه، بس دي الحته اللي البعض هو بيسمع ما بياخدش باله. كل ابراج الجدي تقيله، بس هل تقل اللي عندها 40 سنه زي تقل ام 17 18 20 سنه؟ بالعقل بقى نوزن، فاهمين؟ ها الاول بقى، مين توقع الاول بقى
لا انا بديكم فرصة عشان نمخمخ مع بعض كده، ولا فيش غيرها، ولا فيش غيره. طبعا انا بقول ولا فيش غيرها بما ان اغلب العيلة ستات وبنات، فاكيد كانت متوقعة لان دي واصلة لمرحلة الشبش، واذا ذكر الشبشب ذكرت مع على طول برج الاسد، تحديدا بنوتة الاسد. وبنوتة الأسد دي طولة اللسان بتاعتها، لا أنا هي حتى تعترف، هي تقول لك ما توصلنيش للمرحلة دي الأسد. يعني لو احنا بنتكلم عن بنوتة الأسد، الأسد إذا اتعصبت مين واقف قدامها بقى؟ ما بتشوفش مين اللي قدامها، تلاقي اللسان بتاعها يجيبك ويلفك ويعديك ورجل الأسد. بس الأنثى أشد، لأن أنت سهل عليك تستفز بنت الاسد اكتر من راجل الاسد. يعني ده اللي انا عايز ان انا اوضحه في النهاية. لا ومعترف، اللي هيدخل مع بنوتة الاسد في تحدي كلام هتشرشح له. مفيش بقى تقول لي اصل ده هانم، واصل ده تقول لي لا اصل ده هي مثلا ليدي في نفسها، وبص هو انا مش عارف اقول لك ايه، ده حاجة في الطبع كده. ما اصل الاسد دي ما تحبش حد ان هو يزنقها في الكلام ابدا، هي العمليه كلها جايه من هنا. يعني انت دخلت معاها في حوار كلامي مش هتطلع منتصر، انسى، والا يبقى اسد مضروب على طول. في الحاله دي محتاج يعني ان احنا نشوف هو اسد بجد ولا لا. فالاسد ما تسيبش حقها ابدا حتى في الكلام، واخدين بالكم انتوا؟ فالمشكله بتبقى هنا بقى. يلا لو حد عنده اي سؤال بسرعه كده يا جماعه وقولوا لي، ما تزعلوش مني بقى، ما انا جايب برج في التالت، انا اعمل لكم ايه يعني؟ وبعدين انا قلت لكم في الاول لو مش عايزين نقول قولوا لي. تمام، حد عنده اي سؤال قبل ما ننهي في دقيقتين ثلاثه كده جوه الموضوع بره الموضوع كده؟ يعني اشوف بتوع الاسد بيضحكوا لان اقسم بالله عارفين نفسهم، هم عارفين يعني عاملين ايه في اللي حواليهم. يعني ربنا يكفينا شر العصبيه بتاعتكم، رباعي خط النار تحديدا، اي حد بيتعامل مع حد من رباعي خط النار يا ابني اوعى توصل معاه لمرحلة العصبية، لانك هتقول يا ريت اللي جرى مكان، وكلمة يا ريت يا سمر يا عطلة يا اللي الوحيدة من يوم ما جيت انا على الميديا وانت بتقولي لي يا عمو كلمة يا ريت ايه بقى؟ كملي بقى، لما انك قروبة وعارفة كل حاجة كده كملي. يعني الجدي مش مستاهل، لا الجدي، لا 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 الجدي ما حاجة تانية، حالة خاصة. يعني أنا بقول الأبراج اللي لو اتعصبت شور أكيد لسانها هيطول، الجدي مرة ومرتين لا. فاهم أنا عايز أقول إيه؟ يعني اللي جم معانا دول هيتعصبوا اللسان هيطول. الجدي بيمسك نفسه كتير قوي وبيعمل كنترول على كلماته كتير قوي، بس ما يمنعش إن في بعض المرات تفلت منه قوي. يا ريت اللي جت بتسألني على الجدي ترد عليا، لان انا بص لو محدش رد عليا بعد ما وضحت هزعل. قوليلي وصلت ولا لا. يعني انا اكتر حاجه تزعلني على فكره ان انا ابقى بقول حاجه في حلقه وحد يكتب لي في التعليقات حاجه احس انه مش فاهمني او بيحكم من خلال فهمه الخاص. يعني لا يا عم اتناقش معايا، وبعدين لو ما اقنعتكش ابقى اقول بقى وجهة نظرك، مش كده ولا ايه؟ العذراء لسانه اطول، لا 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 العذراء شبه الجدي، العذراء بيعرف يعمل كنترول. يا جماعة افهموا رجاء، العذراء شوف بقى اهو ده اللي بيزعلني. انا دايما اقول ان العذراء يبحث عن المثالية بعقلك برضو. شوفوا بقى احنا هنتكلم كتير ونوجع دماغ بقى. شخصية تبحث عن المثالية، كل ما تتعصب هتقول اي كلام وتغلط وتزعل الناس منها، ما تردوا بالعقل. ده العذراء ده ما بينامش الليل عشان يوصل للمثالية. معقولة بقى كل ما حاجة تعصبه هيطيح في اللي حواليه؟ يا جماعة ما تعصبوا، بدأت أتعصب خلي بالكم. أمال أنا ما بحبش أعمل لايفات كتير ليه؟ أنا بدأت أتعصب، أنا في التالت، أنا الجماعة اللي جايين متأخر أنا جاي في التالت في الحلقة دي، ما تعصبونيش رجاء. الجوزاء إيه نظامه؟ جه معانا في المركز الرابع يا ندى. ميسة مساء الخير، تسلمي لي يا ميوسة، مش عارف بقى الدلع ميوسة ولا ايه يعني. معلش بقى، ما الاسماء الغير مصرية انا ما عنديش خبرة فيها. تمام،
ناديه بتقول بتعمل النجوم ليه؟ والله انا مش بعملها، ده هي اوبشن كده بنزلها اداره فيس الفيسبوك للناس اللي صفحاتهم يعني بتتخطى ليفل او مستوى او حد معين يعني، بس فتلقائيا انا ما بعمل، بس اقسم بالله هو بيفعلها لوحده يعني، بس هي الفكره كلها في كده. صحيح كلامك، تسلمي لي ام احمد. فرح الخليله الحمل، اول مره معاكم في لايف، تنورينا، يا ريت ما تبقاش اخر مره بس.